إن شاء الله بعض الإشكاليات اللي ما زالت قائمة في إطار مطالب في قطاعات ما لا تتعدى إصبع اليد الواحد تكون تتفض بالحوار وبإيجاد الحلول، ولكن ليس هو الأضراب، له الأضراب هو مسؤول على الإرهاب. كان يقول الأضراب مسؤول على الإرهاب تو نبطلوه من غدوة. الإرهاب شيء ثاني، وهذا موضوع ما هوش مجال الحديث فيه، ولكن الاتحاد مثل ما كان يخدم مصلحة البلاد هذه قاعد يراعي في مصلحة البلاد هذه، وقاعدين نحاول وإن شاء الله بالحوار وإن شاء الله بالمفاوضات التي ستفتح معناها في بداية الأسبوع القادم تحل مشاكل الناس، وإن شاء الله الناس تعود للعمل، وماذا بينا بالنسبة لوسائل الإعلام اتولهوا بالمسائل الأخرى وسيبوا الاتحاد في الأمر هذا، لأنه الاتحاد عارف اش يعمل ويعي ما يصنع، ومصلحة الوطنية ما نجم يزيد حتى إنسان عليه فيها بالنسبة للبلاد.